السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. يمكن ما كتشوفوا صراحة الفيديو ديال اليوم مختلف على الفيديوهات اللي كنلوح معكم. ان شاء الله كما كتشوفوا هنا عندي واحد المشروع ديال المستوى الثالث ابتدائي ديال السفرات و... يعني الرحلات والاسفار عفوا. كما كتشوفوا درتو على شكل صاك هكا، وهنا كما كتشوفوا فاش كتحلو كتلقاو هنا الرحلات والاسفار يعني عنوان كبير. وهنا عندي فوائد السفر والرحلات، عندي هنا كما كتشوفوا المسجد ديال حسن الثاني في الدار البيضاء، سلبية الرحلات والأسفار، هنا عندي الأسباب ديال الرحلات والأسفار، عندي هنا كما كتشوفوا تعريف الرحلات، وعندي هنا تعريف السفر، وعندي هنا صومعة حسن اللي عندي في الرباط، وعندي هنا مغارة هرقل. وهادي عندي هنا كما كتشوفوا التعريف تاهو ديال السفر، وعندي حتى هاد الصوره اللي ديال بني ملال عين سردون. المهم كيجي الموضوع هكا على هذا الشكل هذا، مزينينو على هذا الشكل هذا ديال هكا الوريدات من الجناب. ممكن نتوما تزيدوا تلصقوا شي تصويرات هكا على برا، المهم نتوما اللي حبيتو. المهم هكا اكتفيت انا هكا بهذا الشكل هذا. المهم نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتستافدوا منه، ولا عجبكم واستفدتوا منه تبارطاجيوه مع الوليدات هكا اللي كيبغيو يديروا المواضيع. المهم خليتكم على خير، الى الفيديو المقبل ان شاء الله.